يا مرحبا ترحيب واجمل تراحيب بضيوفنا اللي شرفوا هالمكان، حياكم الله يا هلا القادر والطيب عند الرجاح حين الرجال الفطاني، أفراح العروسة عند الرجاح حين الرجال الفطاني. لدى استديوهات أفراح العروسة يا مرحبا ترحيب واجمال تراحيب بضيوفنا اللي شرفوا هالمكان، حياكم الله يا هلا القادر والطيب عند الرجاحين الرجال الفطاني، في حل أهل العز وأهل المواجين، يا مرحبا بالكل قاصي وداني، يا مرحبا بالكل قاصي وداني، في حافل حر معتلي بالمراكيب مازن وريث المجد والهاد تهاني، مبروك يا مازن عسى ايامك الطيب يا النادر الوافي رفيع المكان، وابوك رجل من هدى فيه ما يزيد سعد وتشهد له صروف الزماني، سعد وتشهد له صروف الزماني، رجل المواقف دون شك ولا ريب له بين رفعه قدر عالي وشاني، من عزوة الحرشة رجال المكاسيب رمز الكلام والطيب واسماء المعاني، هم لابد يشهد لها المجد والطيب ذوي زياد مقدمي ناس ماني، ذوي زياد مقدمي ناس ماني، أهل مهيوبة مدخلين المطالب منص الحرار وكاسبين الرهاني، أفعالهم في ذروة المجد متغيب يشهد لهم بالعز حد أسناني، أهل مهيوبة مدخلين المطالب منص الحرار وكاسبين الرهاني، منص الحرار وكاسبين الرهاني، يا مرحبا ترحيب واجمال تراحيب بضيوفنا اللي شرفوا هالمكان، حياكم الله يا هلا القادر والطيب عند الرجاحين الرجال الفطاني، في حلة أهل العز وأهل المواجين، يا مرحبا بالكل قاصي وداني، يا مرحبا بالكل قاصي وداني، في حافل حر معتلي بالمراكيب مازن وريث المجد والهاد تهاني، مبروك يا مازن عسى ايامك الطيب يا النادر الوافي رفيع المكاني، وبوك رجل من هقى فيه ما يخيب سعد وتشهد له صروف الزماني، سعد وتشهد له صروف الزماني، رجل المواقف دون شك ولا ريب له بين ربعه قدر عالي وشاني، من عزوة الحرشة رجال المكاسيب رمز الكرم والطيب واسماء المعاني، هم ثابت يشهد لها المجد والطيب ذوي زياد مقدمي ناس ماني، ذوي زياد مقدمي ناس ماني، أهل مهيوبة مدخلين المطالب منص الحرار وكاسبين الرهاني، أفعالهم في ذروة المجد مسخيب يشهد